هو كنا تنتظر مقابلة قوية، لكن ما تخيلناش هذا السيناريو باش نستقبلوا هدف مبكر. لكن أظن أنه كان اختبار حقيقي للقدرة الذهنية للاعبين ديالنا للمجموعة. كنا في الموعد، نظن بأنه في الشوط الأول وخا خرجنا متأخرين ولكن خلقنا فرص كثيرة للتسجيل، ما تعاملناش معها بالشكل المطلوب بالتركيز اللي كونفينابل بطريقة. ابخي اون دوزيام طون حنا تفاجئنا بأنهم كاريمون داروا ان ماركاج انديفيديوال، داروا حراسة فردية في المنطقة بكر الهلالي دارها المتولي، واخروا الكتلة ديالهم ولات خط الدفاع لاعب على مشارف مربع محقهم باش يحافظوا على النتيجة. حنا كنا موجدين هذا السيناريو، حنا كنا تنعرفوا بان الا كانت في كتلة متأخرة البلوك با يعني في الكرة الحلول تأتي من الأطراف. خلقنا الزيادة العددية 3-2، 2-1، ما مرات زن الأطراف العرضيات كانت حل من الحلول. بقى يعني الاستعصاء، لكن اشتغلنا كثير على الكرة الثابتة. كنا عارفين بأن البلون بي هما الكرة الثابتة يقدروا يديبلوكيو الماتش، ذلك ما حصل. هنيئا لجميع مكونات النادي، وتستمر الملحمة ويستمر المسار الإيجابي. فوالا، موعدنا ورا العيد. Ouais, on est très content parce que le match n'était pas facile. On a joué à domicile, donc c'est un match à 3 points. Donc du coup, Dieu merci, on a gagné. Alhamdoulilah. Ah, on remercie nos publics parce que c'est notre force en fait. Quand tu joues devant ton public, donc tu vas faire le maximum. Aujourd'hui, Dieu merci, eux, ils ont toujours soutenu, ils nous ont jamais laissé seuls. Donc du coup, Allah. السلام عليكم، ميرسي بوكو، اوني تري كونتون. الحمد لله. اول حاجه تنشكر اللاعبين على الروح القتاليه ديالهم. لعبنا 5 الماتشات تقريبا في 2 سيمانات، راه ما ساهلاش. الحمد لله انا بعدا كنشكر الدراري والحمد لله على الانتصار اللي خلينا ديما نمشيو للامام ان شاء الله. احنا كل مقابله كنبغيو نتكونسونطراو عليها. اليوم كل ماتش عندنا باراج، اليوم حققنا الفوز، ما هبطناش يدينا. مقابله كامله، نحاولوا نسوا هذه المقابله. ان شاء الله نفكروا في المقابله الجايه. كيف قلت لك، كل مقابله عندنا باراج، نحققوا الفوز ان شاء الله مقابله اخرى ونبقى في الصاله ان شاء الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.